السلام عليكم، مرحبا بالناس راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس راهو معنا، نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير الدي زاد. اليوم الحصه تاعنا وين شاهدنا وين حفيظ الدراجي وين يدافع بكل قوه عن سفيان المرابط. سفيان المرابط لاعب ونجم المنتخب المغربي، وانفجر حفيظ الدراجي برساله قويه لسفيان المرابط بعد خساره مانشستر يونايتد، يعني والإهانة تاع لونترينا اللي دخلوا يعني في من أجل إهانة اللعاب ومن أجل يعني الهروب من المسؤولية. المدرب تاع مانشستر يونايتد بعد الخسارة شاهدنا حتى وين الدفاع، الهدف تاع أوليس هذاك اللي ماركاه، الدفاع فتح الطريق للعاب باش يماركي، يعني عادي تحسب اللي بايعين هاله ولا ما. هذه في مباراة مثيرة، خسر فريق مانشستر يونايتد بنتيجة 4-0 أمام كريستال بالاس، ولكن الأحداث لم تتوقف هنا، بل انفجر المعلق الجزائري الشهير حفيظ الدراجي بالغضب لا مثيل له خلال تعليقه على اللقاء، حيث أرسل رسالة شديدة اللهجة إلى اللاعب المغربي سفيان المرابط. يعني شو كيفاش وين كاين اللي يقولك سفيان المرابط ما نجحش في مانشستر يونايتد؟ لا جماعة، مانشستر يونايتد يعني نقولوا بلي راهي في مين تايا من هاللي عاودوا ردوا ذاك الاخر تاع فرنسا، هذاك اللاعب يا ودي كيسموه يا ربي يا ودي باعوه لجوفنتوس وبعد عاودوا ردوه ب 100 مليون وما راح لي برتغالي اسمه جاي كيما بابي راح لي فماك. مانشستر يونايتد تعاني راهي بالك من 2015 تعاني مانشستر يونايتد ماشي اليوم. هذه هي يعني دائما التغييرات تاع المدربين، ما ماغري يبقى اغلى نادي في العالم مع تاع الباسكيت هذوك كلش اغلى نادي، يعني اموال يعني مكاش، لكن بعد ذهاب المدرب الاسطوره تاعهم يعني مازالوا ما قلبوش روحهم، مازال ما قلبوش روحهم. يعني بعد وين نقولوا بلي وين شاهدنا وين حفيظ الدراجي وين ارسل رساله شديده اللهجه الى اللاعب المغربي سفيان المرابط بعد رؤيته اداء الفريق مانشستر يونايتد واعتقاد بان المدرب يعني فشل في اتخاذ القرار الصحيح. قرر الدراجي ان يتحدث بكل شجاعة وصرح عن ما يعتبره إهانة للعاب المغربي سفيان المرابط. لقد وصلتم إلى قمة الفشل، هكذا بدأ دراجي رسالته بالغضب ملحوظ، حيث يعني طلب المرابط بالرحيل عن مانشستر يونايتد دون تأخير، وذلك بسبب ما اعتبره معاملة مهينة من قبل المدرب مانشستر يونايتد. المرابط ليس مجرد لعاب بل هو أسد يستحق المزيد، هكذا علق حفيظ الدراجي. يعني وين قال المرابط ليس مجرد لعاب بل هو أسد يستحق المزيد من الوقت، أكد الدراجي مشيء لأن المرابط يستحق فرصة إثبات قدرته بشكل أكبر وأن المدرب يجب أن يمنحه هذه الفرصة. ما عطاوهاش فرصة تاعو زيد فانيك، ما إدارة والنادي في مانشستر يونايتد ماهيش من اليوم، ماهيش من اليوم. أنا ما نكذبش عليكم، من نهار الأول باك تعقلوا كنت نهضر على سفيان المرابط، يعني تمنيت له يروح أتليتيكو مدريد ولا مانشستر سي ولا البارسا. أتليتيكو خاصة أتليتيكو مدريد، خاطش علاه سفيان المرابط يعني طريقة اللعب تاعو توالم مع طريقة اللعب تاع أتليتيكو مدريد، توالم ليجان ماشي قسرة ولا. ولم يكتفي دراجي بمجرد تعبير عن غضبه خلال تعليق على المباراة، بل أكمل رسالته بالتأكيد أنه يتابع المرابط بعناية كبيرة وأنه يؤمن بقدرته وإمكانيته كلاعب وأنه يجب عليه الرحيل عن النادي الذي لم يقدم له احترام اللازم. صح مرابط حاجة كبيرة، يعني المرابط واش دار في الكوب دي موند، يعني لعب يعني لعب كبير خويا، لعب كبير لعب كبير. وبهذه الرسالة القوية يبدو أن حفيظ الدراجي قد وجه يعني لسفيان المرابط نداء واضح بضرورة التحرك وعدم الاستسلام للموقف والتي لا تعبر عن قدرته وإمكانياته كلاعب. هو ما يمكن أن يكون
دفع إضافي للعاب للبحث عن فرص جديدة تعزز مستقبله الرياضي. ما زال صغير. ووفقا للملاحظة السابقة، يبدو أن حافظ الرياضي قد فتح باب للنقاش حول دور المدرب وتأثيره على مستقبل اللاعبين في الفريق، وهو موضوع قد يشكل جدال واسع في وسط عشاق كرة القدم يعني داخل مانشستر يونايتد. خاطر على بالك اللي يتبع حافظ الرياضي بالبرونغلي بالفرنسي يسمعوا الناس تسمع هذه يا أخويا، والله ما يستاهلها، لعاب كبير خويا وعلي هذا الحقيقة، لعاب مستوى. شو بير صرار كاين منها هدر هدر على الإسلام هدر صرار خاطينا سعد عليها صرار ولا فلان ولا فلتان هاش دخل والله دخلنا هنا. صرار اهدر انا نهضر على حافظ الرياضي. حافظ الرياضي انسان رياضي وين يتكلم في الرياضه، يعني هنايا ما تكلمش على السياسه ولا تكلم على الرياضه، يعني يبغي لعاب دافع على لعاب عربي، المرابط لي لعاب عربي سبحان الله، دافع على لعاب مغربي عربي. ذي يا خويا المهم غادي تكون مباريات دي صعيبة 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 يا خويا صعيبة. شو بين بابي يروح للريال، بابي أنا المناجر تاعو مو مناجر تاعو يلي غادي تأكد مالكم يا ودي كوراي باير ليفركوزن والله لديتها سنة ودي اللعب اللي تلعب فيه في قضية في قضية تاع شو بير حبي الدراجي واش دخله في مرابط حافظ الرياضي هذا الرياضة، حافظ الرياضي في مانشستر سيتي مانشستر يونايتد بيدخلوا السياسة والرياضة ولا شو بير بن سبعيني غادي يلعب؟ ما غاديش يلعب بن سبعيني، وين غادي يلعب انتوما والله الأمر ذا بن سبعيني ما غاديش يلعب مسكينة، ها يدوها إلى داو تمناو له يدوها، خاطر كي كثرت عليه الهضرات ولي ما غاديش يدوها، غادي فايت تلحقهم الجنابة تدخل فيهم الجنابة ما غاديش يدوها. انا نقولكم عشان يهضروا صحاب جنابه غادي لولا يهضروا على بن سبعيني ما غاديش يديها، كوي سكتو تتفوت يديها، هذه بتعود تكون في علمكم هذه يا خويا. شو بير مالو محرز مع المدرب كون مع المدرب ويسهل عليهم اش دخلنا هنا باغي يجيب صاحبه ما مصاحبو يقال باش يعيطوا له يا اخويا ويسهل.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا وشغلوا الجرس تفعيل الجرس واللي يمشي ابوني معنا وربي يحفظكم.